كرة وراسية والهدف الثاني لنادي الصفاقسي، الهدف الثاني لنادي الصفاقسي. مثيرة جدا، مثيرة جدا هذه المباراة، هدف ثاني من الاتحاد أبيض والنادي الصفاقسي للحظات الأخيرة. هذه الإعادة الفرجاني ساسي، الفرجاني ساسي ينقذ النادي الصفاقسي ويعطيه 3 نقاط. لمس خفيف جدا من الفرجاني ساسي في العملية هذه، ولو أنه بلغت الكرة الميريت الكبير يرجع لعلي معلوم في تنفيذ المخالفة. مثيرة جدا هذه المباراة في لحظاتها الأخيرة في وقتها البديل. الاتحاد يسجل هدف يلغيه الحكم لوجود التسلل، وكما كنت تحكي قبيلة الاتحاد لو أنه حسين المسعدي هو اللي سدد قبيلة الكرة هذه لكن لو قاعد احتساب الهدف لأنه ما كانش في موقع التسلل. النادي الصفاقسي يرد عن طريق علي معلول ويسجل هو الهدف الثاني، 2-1 للنادي الصفاقسي. الفرجاني ساسي 2-1. مثيرة جدا، مثيرة جدا هذه المباراة في لحظات الوقت البديل. إذن في انتظار أنه ترجع الكرة وثم ورقة صفراء من يوسف السرايري للصالح اللي هو موجود